أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. ماذا فعل حزب الدعوة للعراق والعراقيين؟ ما هي إنجازات هذا الحزب والتي يتحدث عنها قياديو هذا الحزب ويقولون إنها إنجازات جاءت على لسان القيادي في حزب الدعوة، تحدث عن أنها إنجازات كبيرة حققها هذا الحزب خلال الفترة الواقعة ما بين العامين 2005 و2018. القيادي بحزب الدعوة وليد الحلي تحدث أن العراق شهد نهضة وتم حصر السلاح بيد الدولة وتم الحفاظ على وحدة العراق وسيادته، تم إنهاء احتلال العراق من قبل القوات الأجنبية وتحقق استقرار الوضع الأمني، وكذلك تم دعم حقوق الإنسان والقضاء على الطائفية ورفع المستوى الاقتصادي للعراقيين، حيث رفع المستوى الاقتصادي للمواطن العراقي ليصبح 7000 دولار سنويا بحسب ما يقول القيادي في حزب الدعوة، وذلك في العام 2018. وأضاف أيضا وقال أنه تم مكافحة الفساد وإنهاء معاناة النازحين وغيرها من الإنجازات. ولكن هنا تقارير الأمم المتحدة منذ العام 2005 وحتى الآن تحدثت هذه التقارير التابعة لمنظمات الدولية والإنسانية، تحدثت عن الوضع في العراق ووصفته أنه وضع مأساوي. ادعاءات قيادي حزب الدعوة وصفت الحقبة التي شهدها العراق في سلطة هذا الحزب أنه لم يشهد في تاريخه الحديث قتلا ولا تشريدا ولا نزوحا ولا حربا أكلت الأخضر واليابس كما شهده في هذه الحقبة، حقبة حكم حزب الدعوة للعراق. حتى جاء العراق في مقدمة الدول الأكثر فسادا في العالم وتذيل قائمة الدول المهتمة برفاهية مواطنيها والأقل أمنا، وذلك كله بحسب تقارير منظمة الشفافية العالمية وتقارير منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية التابعة لها. بينما وصف محللون ومراكز دولية تعنى بالشأن العراقي الحقبة التي حكم فيها حزب الدعوة العراق بالمظلمة، لأن الحزب عمد منذ استلامه الحكم على تدمير البنى التحتية في العراق ووأت كل عوامل النهضة في هذا البلد. مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء على إنجازات حزب الدعوة في العراق والتي جاءت على لسان قياديها، أرحب بضيوفي الكرام الأستاذ نظير الكندوري الباحث السياسي العراقي ضيفي في الاستوديو. حياكم الله، حيا مشاهديكم الكرام. وعبر سكايب أرحب بضيفي الدكتور فاروق الراوي الأكاديمي والدبلوماسي السابق. مرحبا بك دكتور فاروق الراوي. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبالمشاهدين. أهلا بك دكتور. أرحب أيضا بالدكتور عمر الفرحان عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، ينضم معنا عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور عمر. أهلا وسهلا بك، حياكم الله. أهلا بكم ضيوفي الكرام. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع قبل أن نبدأ بالحوار هذا التقرير. تتضافر الجهود الحقيقية للقضاء على الفساد الذي ينخر فينا في جسد الدولة. أكذب 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 حتى يصدقك الناس، بهذه العقلية البالية التي لم تعد تنطلي على أحد، يحكم حزب الدعوة في العراق، وآخر الأكاذيب ما جادت به القريحة من إنجازات مزعومة جاءت على لسان القيادي في حزب الدعوة وليد الحلي الذي أعلن عما سماها الإنجازات التي حققها خلال الفترة الواقعة بين 2005 و2018. إن صفحة حزب الدعوة الإجرامية تمتد إلى ما قبل توليه السلطة في العراق، فلم ينسى العراقيون بعد دماء طلبة الجامعة المستنصرية في عام 1980 وتفجير السفارة العراقية في بيروت ووزارة التخطيط في بغداد. وبعد دخول حزب الدعوة إلى العراق على ظهور الدبابات الأمريكية الغازية، بدأت صفحة أخرى أكثر دموية وحقدا على شعب العراق. الحلي وصف إنجازات حزبه الدموي وخلال 13 عاما بالتاريخية. نعم، فلم يشهد شعب العراق في تاريخه الحديث
قتلا وتشريدا ونزوحا وحربا تأكل الأخضر واليابس مثل ما شهده في هذه الحقبة المظلمة، بدءا من حكومة إبراهيم الجعفري التي شهد العراق خلالها أكبر فتنة طائفية خلفت مئات الآلاف من الضحايا والمعتقلين والمغيبين نتيجة فرق الموت التي نشرها الحزب وأعوانه برعاية إيرانية أمريكية، ثم لتخلفه حكومة نور المالكي التي عاش معها العراقيون أسوأ مرحلة بعد الاحتلال، دمرت فيها محافظات بأكملها وشهدت عمليات تغيير ديموغرافي كبيرة، وما حكومة العبادي بأفضل من سابقاتها، وهكذا من سيء إلى أسوأ. امتلأ العراق في مدة حكم حزب الدعوة بالسجون السرية التي ذبح فيها أعداد هائلة من العراقيين، وعمد الحزب منذ استلامه الحكم على تدمير الصناعة والتجارة والقضاء والتعليم، وأصبح العراق في مقدمة الدول الأكثر فساداً في العالم، ويتذيل قائمة الدول المهتمة برفاهية مواطنيها والأقل أمناً حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية. حزب الدعوة المعروف بولائه المطلق لإيران أسس ميليشيات كثيرة ممولة من طهران عملت على قتل الضباط العراقيين والطيارين في الجيش العراقي السابق، وقتل أكثر من 5000 من العقول والكفاءات العراقية من مهندسين وأطباء وعلماء، وأعداد كبيرة أخرى من المواطنين الأبرياء عن طريق السيارات المفخخة التي كانت وما زالت مستمرة بضرب العراق. تلك هي إنجازات حزب الدعوة الحقيقية، لا ما يتبجح به كذابهم الأشر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، تابعنا هذا التقرير. نسلط الضوء في هذه الحلقة على إنجازات حزب الدعوة التي تحدث عنها القيادي وليد الحلي، الذي قال بأن هناك إنجازات تاريخية حققها حزب الدعوة في العراق. أرحب بك مرة أخرى أستاذ نظير الكندوري الباحث السياسي العراقي ضيفي في الأستوديو. بداية نريد أن نتعرف على حزب الدعوة منذ عام 2005، هو يعني تسلم الحكم في العراق، وحتى 2018 هناك إنجازات كبيرة وتاريخية حققها هذا الحزب بحسب ما يقول القيادي وليد الحلي القيادي في الحزب. نريد بداية أن نتعرف على هذا الحزب وعلى نبذة تاريخية عنه، ومن ثم ننتقل إلى موضوع الإنجازات التي تحدث عنها والتي حققها في العراق. والله يا دكتور، يعني حقيقة عندما تذكر كلمة إنجازات أنا يعني في داخلي يعتريني السخرية أو الاستهزاء. أي إنجازات التي قدمها لنا مثل هذا الحزب الذي يعني تاريخه حتى عندما يعني في عهد النظام السابق هو كان عبارة عن ميليشيات مسلحة تحاول أن تقود عمليات اغتيال أو تفجير، وقد استكملها عندما استلم السلطة بعد الاحتلال. فإطلاق كلمة إنجاز يعني أراها يعني منافية للواقع هذا الحزب تماما. حقيقة هذا الحزب هو تأسس في الخمسينيات، بالضبط في سنة 1957، كرد فعل للحالة التي كانت الحالة السياسية في ذلك الوقت. كان هناك التيار القومي والتيار الشيوعي هو الذي مسيطر على يعني الحراك السياسي، وكذلك هو عبارة عن محاكاة لما تقوم فيه القوى الإسلامية من المذهب السني. فقد ظهر في تلك الفترة يعني تيار الإخوان المسلمين وكذلك تيار حزب التحرير، ووصل الأمر إلى أن بعض المثقفين الشيعة قد انخرطوا بتلك الأحزاب السنية تعبيرا عن يعني توجههم الإسلامي. وعندما تأسس هذا الحزب رجعوا كل هؤلاء إلى داخل هذا الحزب على اعتباره يمثل المذهب الشيعي، وكان يريد يعني تطبيق الإسلام بمفهومه الشيعي لمستقبل هذا البلد. هذا الحزب يعني في سيرته كان من أكثر الأحزاب انشقاقا وتمزقا، فقد تعرض في تلك الفترة إلى انشقاقات كثيرة، بعضها ذاب وانتهى، لكن الانشقاقات الخطيرة التي حدثت هي في الثمانينات والتسعينات، والتي ما زالت لحد الآن ثلاثة أو أربع تيارات من عدها ما زالت موجودة لحد الآن. يعني التيار اللي يقوده الآن نور المالكي، وهناك تيار
حزب الدعوة قيادة قطر العراق، وهناك تيار حزب الدعوة الذي الآن منحصر حاليا فقط في مدينة البصرة اللي كان يقوده عز الدين، وأيضا أخيرا يعني انفرد الجعفري بتيار سماه تيار الإصلاحي لكي ينافس في بالانتخابات. هذا الحزب يعني حقيقة في بداية الثمانينات أعلن عن يعني تأسيس جناح عسكري، وقام هذا الجناح العسكري بعمليات عديدة، يعني عمليات تخريبية ضد النظام البعثي السابق، فقام بمحاولة اغتيال لنائب رئيس الجمهورية طارق عزيز، وكان في حينها أعتقد وزير خارجية، وأيضا قام بتفجير يعني تجمعات مدنية كسينما النصر، كوزارة التخطيط، كالجامعة المستنصرية، وكثير من الأعمال الإرهابية. توجه طبعا في الثمانينات بتفجير سفارتين أمريكيتين، الأولى في بيروت والثانية في الكويت، يعني بمعنى أن له تاريخ إرهابي حتى ما قبل احتلال العراق. ألم يكن حزبا عراقيا كيف يقوم بعمليات تخريبية داخل العراق؟ طبعا الولاء يعني خاصة ما بعد يعني وصول الخميني إلى السلطة، يعني بدأت ينظرون الأمور بأن المرحلة الثانية هي العراق، ويجب أن يكون العراق هي نسخة عن إيران. لذلك كان الولاء صميمي لإيران، كانت الأجندة يعني يمضون فيها وفق ما تمليه عليهم إيران. بل هناك أصبح بعد تم حظر هذا الحزب نتيجة أعمال الإرهابية، تم حظر هذا الحزب سنة 1980، فمعظم قيادات انتقلت إلى إيران، وهناك تم تأسيس وتدريب ميليشيات مسلحة في إيران وفي لبنان، وهذه كانت موجهة بالذات لخدمة المجهود الحربي الإيراني ضد العراق. وبالتالي هم يعني يتفاخرون بقتال العراق يعني مع إيران، وهذا ذكر يعني المالكي في أكثر من مجال بأن لدينا الاستعداد على أن نكون مع إيران في مقاتلة أعدائها. وهذا التاريخ، هذا الحزب كله كان بهذا الشكل. صحيح أن هناك هي شخوص عراقية، ولكن التوجه إيراني والأجندة إيرانية، والمصلحة ليست مصلحة عراقية، بدليل أنهم بعد الاحتلال حكموا لما يقرب إلى 13 سنة، ومع ذلك يعني لم يقدموا شيء للعراق. فيما يخص موضوع المصلحة في وصول حزب الدعوة للسلطة منذ عام 2005 حتى عام 2018 نتحدث عنها لاحقا، ورح أحب الأستاذ الدكتور فاروق فتيان الراوي الأكاديمي والدبلوماسي العراقي السفير العراقي السابق. أستاذ فاروق مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أخي. دكتور، يعني القيادي في حزب الدعوة وليد الحلي تحدث عن إنجازات حققها هذا الحزب في العراق منذ توليه السلطة وحتى عام 2018، كيف قرأت هذا التصريح؟ لماذا الآن يصرح قيادي حزب الدعوة مثل هذه الأنواع من التصريحات، مع العلم أن جميع التظاهرات التي خرجت، التظاهرات الشعبية، كانت تطالب بمحاكمة السياسيين وأبرزهم حتى قيادي حزب الدعوة الحاكم؟ نريد أن نفهم يعني ما سبب هذا التصريح الآن في هذا التوقيت؟ يبدو أن وليد الحلي غير موفق، لأنه ما أن صرح بهذا التصريح حتى صرح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمنجزات حزب الدعوة اللي هي 40 ملف فساد. هذه نعم هي هذه منجزات حزب الدعوة، 40 ملف فساد حددها رئيس وزراء يحكم، وهو من ضمن نفس التوجهات، ليس غريب عن توجهات حزب الدعوة، هو من ضمن الأحزاب اللي ولاءها إلى إيران كولاء حزب الدعوة إلى إيران. فالمنجزات اللي أشار إلها وليد الحلي أجاب عنها في اليوم الثاني رئيس الوزراء في جلسة البرلمان، أنه 40 ملف فساد موجود يجب التحقيق به، إضافة إلى أنه لم يذكر ملفات الفساد في وزارة الداخلية، في ما يسمى بالحشد الشعبي، في وزارة الدفاع. هذه كلها ملفات فساد أنجز حزب الدعوة. نعم أنجز منجزات كثيرة مثل ما ذكر تقريركم، هي منجزات القتل، منجزات الطائفية، منجزات التشريد، منجزات التهميش، منجزات
الفساد المالي والإداري لم يحقق أي منجز على صعيد الصناعة، على صعيد الزراعة، على صعيد التعليم العالي، على صعيد الصحة. فإذا وليد الحلي يبدو أنه يتكلم في واد والحقيقة هي في واد آخر. دكتور عمر الفرحان، عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، مرحبا بك. يعني الكثير من التقارير صدرت من الأمم المتحدة عن موضوع الوضع في العراق ووصف الوضع المأساوي في العراق. يعني الآن خرج قياديو حزب الدعوة ليتحدثوا عن منجزات تاريخية كما وصفوها في العراق، ولكن تفند جميع التقارير الأممية ذلك بوصف العراق يعني في منحدر البطالة وكذلك الفساد وانعدام الخدمات وتدمير البنى التحتية بسبب السياسات الحكومية. من وجهة نظرك يعني وكيف تابعت هذه التقارير الأممية، وما مدى تفعيل ما مدى إمكانية تفعيل هذه التقارير لكشف الحقائق أكثر؟ تحية لك ولضيوف الكرام المشاهدين أينما كانوا. يعني الجرائم التي ارتكبها حزب الدعوة في العراق منذ تأسيسه وإلى اليوم كثيرة وكبيرة، وهذه الأفعال تدل على إسلامية هذا الحزب وحقده على العراق وشعبه، وترسخ لديه الكثير من الأبرياء المدنيين في العراق، وهذا ما يعكس يعني طبيعة وأسلوب الحزب في التعامل مع القضايا العراقية بشكل خصوص والعربية بشكل عموم. المؤشرات العالمية لوضع العراق مؤشر الخليات العالمي الذي ينظر عن منظمة تفريج هاوس الأمريكية والتي تعني بقياس مدى الحريات والسياسات الاجتماعية في ظل يعني سياسة حكومة حزب الدعوة، فقد صنفت المنظمة العراق عام 2018 ضمن الدول غير الحرة المرتبة 32 عالميا، ما يعني أن العراق يفتقر إلى أبسط مؤشرات الحرية السياسية بسبب تسلط حكومة حزب الدعوة في هذه الفترة. ولم يخضع العراق خلال السنوات الماضية على أي تصنيف العالمية جودة التعليم في العالم الذي يدور عن منتدى دافوس في سويسرا، وهذا أيضا يعكس مدى تدمير حزب الدعوة للواقع التعليمي في العراق. العالم الذي يقيس نسبة الأمن والسلام في دول العالم، فقد احتل العراق المرتبة 159 من بين 163 دولة شملها المؤشر الذي يصدر عن معهد السلام والأمن الدولي، وهذا ما يترجمه ويقر به حكومة الميليشيات والدولة العامية في العراق، فضلا عن السجون السرية والتفجيرات التي تحدث هنا بسبب انتقام حكومة الدعوة من الشعب العراقي. أما ما يتعلق بالصحافة في العراق، قد أصدرت مؤسسة مراقبون بلا حدود تصنيفها لمؤشر خلية الصحافة في العام العالم لعام 2018، اللي احتل العراق المركز 160 من بين 180 دولة شملها مؤسسة مراقبون بلا حدود، وهذا ما أيضا ترجمته القمع للحريات والصحافة في العراق الذي تعتمر بحزب الدعوة والمالكية. العراق خارج تصنيف مؤشر وكالة بلومبيرغ الاقتصادية للابتكار الذي يقيم هذا المؤشر والتطوير الإنتاجية والقيم المضافة من تصنيع وتركيز الشركات التكنولوجية الفائقة في البلد، فاقتراع كثافة الباحثين والتعليم الجامعي فأصبح. نعم دكتور عمر، اسمح لي فقط، سنعود إليك مرة أخرى ولكن بعد أن سيتم الاتصال بك مرة أخرى بسبب عدم وضوح الصوت. إذن مشاهدينا الكرام، الغريب في الأمر أن هذه التصريحات للقياديين في حزب الدعوة تتحدث عن منجزات في العراق يصفونها بالتاريخية، من ضمن هذه المنجزات أن دخل المواطن العراقي أصبح في زمن حزب الدعوة 7,000 دولار سنوياً. السؤال هنا، لماذا يخرج المتظاهرون إذن في التظاهرات إذا كان دخلهم السنوي 7,000 دولار؟ هناك شيء من عدم المنطقية اتفق عليه ضيوفي الكرام. نتابع سوية مشاهدينا الكرام هذا الجرافيك أو التقرير الجرافيك الذي يوضح فيه أهم منجزات حزب الدعوة في العراق. نتابع.
تابعنا سويا مشاهدينا الكرام هذا التقرير عن اثار حزب الدعوه في العراق وما تم والتركه الثقيله التي تركها او ربما هي اثارها باقيه الى الان وستستمر يستمر تاثيرها بحسب ما يرى محللون الى الاجيال المتلاحقه القادمه بفعل مديونيه العراق المديونيه التي وقعت على العراق وعلى العراقيين. استاذ نظير بالعوده اليكم، من له المصلحه؟ هل ثمة مصلحة دولية مصلحة إقليمية في وصول حزب الدعوة إلى السلطة يعني منذ عام 2005 وحتى 2018؟ والله يعني أنا أذكر في هذا الموضوع بالتحديد كلام للمبعوث الأمريكي للعراق اللي هو فترة أيضا كان يعني هو السفير الأمريكي في العراق خليل زلماي أو زلماي خليل زادة. قال يعني بكلام صريح وواضح بأن جرى الاتفاق ما بين النظام الإيراني وما بين الولايات المتحدة على أن يكون حزب الدعوة هو من يقود العملية السياسية ما بعد احتلال العراق. لماذا؟ فجرى هذا الاتفاق ما بين هاتين الدولتين على أن يكون حزب الدعوة هو عراب للاحتلال الأمريكي وكذلك الاحتلال الإيراني. على يعني أنا في رأيي لماذا يعني هذا الشيء؟ لأن حزب الدعوة مقارنة بباقي التيارات السياسية الشيعية والأحزاب الشيعية هو يعتبر الأكثر تنظيما الأكثر تماسكا، بينما باقي التيارات هي إما تيارات دينية ليست يعني لديها هيكلية تنظيمية حزبية قوية، أو إنها عبارة عن يعني ميليشيات، يعني هي من أساسها تأسست على يعني فكرة ميليشياوية كبدر وكالمجلس الأعلى، فوجدوا بحزب الدعوة كحزب في تنظيم أقوى، كذلك لديه براغماتية عالية، بدليل أن يعني إبراهيم الجعفري الذي هو يعتبر من قيادات حزب الدعوة، هل تعلم أنه شارك بمظاهرات في لندن ضد الغزو الأمريكي؟ وبنفس الوقت كان هو على رأس أول حكومة للمجلس الحكم في بغداد بعد الاحتلال، وأيضا ترأس رئاسة الوزراء لمدة تقريبا سنة، وحزبه بقيادة المالكي ترأس رئاسة الوزراء لمدة 13 سنة، ما يدلل على أن هذا الحزب ليس لديه يعني مبادئ ملتزم بها ومبادئ ثابتة، إنما هو برغماتي أينما يرى مصلحته ومصلحة من يعني مولاه اللي هو النظام الإيراني سوف يمضي بها. لذلك جرى التوافق على أن يكون هذا الحزب هو من يقود العملية السياسية، وأنا أشهد لهذا الحزب بأنه فعلا قد أدى الدور بشكل مثالي، فهو جعل العراق عبارة عن خراب، جعل العراق في أسفل كل قوائم العالم من ناحية الجودة، وجعل العراق والعراقيين يتراجعون إلى عشرات السنين إلى الوراء. بل الأهم من ذلك، يعني أنا قبل يومين رأيت لقاء مع هذا القيادي السني حامد المطلق، يقول بالرغم أنه هو مشارك بالعملية السياسية، يقول أن العملية السياسية أثرت على المجتمع العراقي وليس فقط على البنية التحتية، بحيث وصلت ثقافة، أصبحت ثقافة بالمجتمع العراقي أنه يبيع صوته ببضعة آلاف من الدنانير، ممكن يغض الطرف عن الفساد، وهذا برأيه هو يقول هذا يعني منتهى الفساد عندما يصل إلى مستوى المواطن العراقي. وأنا أقول لحامد المطلق، أنت ساهمت، أنت وغيرك ساهمتم في هذا الفساد وساهمتم بوصول الرذائل إلى المستوى الشعبي عند الشعب العراقي. أستاذ فاروق الراوي، يعني بالنظر إلى هذه الصفات التي يتمتع بها حزب الدعوة على مستوى عالي من البراغماتية وعلى مستوى عالي من التنظيم، وتم اختياره بشكل نوعي من قبل الاحتلال الأمريكي لملء هذا الفراغ المطلوب أمريكيا، من وجهة نظرك يعني العراق في ظل حقبة حزب الدعوة منذ عام 2005 وحتى عام 2018، هل كان على نفس الصورة التي وضعها الاحتلال في أجندته قبل احتلال العراق عام 2003؟ الحقيقة الاحتلال كان هدفه الأساسي هو تمزيق العراق، تمزيق العراق طائفيا، تمزيق العراق إثنيا عرقيا بكل الاتجاهات، إفراغ العراق من القوى المناهضة للاحتلال، فكان التيار اللي ممكن أن
يقود هذه العمليات إثارة النعرات الطائفية، أن يتصرف كطائفي بحت، هو حزب الدعوة، وإلا هو لا يختلف عن المجلس الأعلى أو منظمة بدر في الارتماع بأحضان إيران وفي الولاء إلى إيران. ولكن حزب الدعوة مثل ما ذكر ضيفك الكريم أنه ربما هو الوحيد اللي كان يمتلك تنظيم، رغم أنه كان عدد أعضاء أو مقاعدة في ما يسمى بالبرلمان لم يتجاوز 11 مقعد، ولكن سلم رئاسة مجلس الوزراء لأنه هو القادر على تنفيذ هذه الأجندة الأمريكية في تأجيج الصراع الطائفي وفي قيادة عمليات تصفيات بالتعاون مع بالتأكيد مع التيارات السياسية الأخرى التابعة لإيران لتصفية الضباط، لتصفية الطيارين، لتصفية الأساتذة، لتهجير ما يمكن تهجيره من السكان. ولذلك كان من ضمن المخطط الأمريكي أن تسلم هذه الأحزاب السلطة، وإلا ليش ما سلموها إلى عملائهم اللي جمعهم على ظهر الدبابة واللي كانوا في تحالف وممكن أن يكون أقربهم لهم سياسيا مثل أحمد الشلبي وإياد علاوي وكنعان مكية وكبة، ذول العناصر اللي جوي مع الاحتلال عزلوا من الواجهة الأولى ومن القيادة فقط لأنهم هم غير قادرين على تأجيج وتنفيذ المخطط الأمريكي في تلك المرحلة. في من ضمن المنجزات الحقيقة اللي ما أشاروا يعني ما أشار إلى التقرير منجزات الغدر اللي مارسوها تفجير وكالة الأنباء العراقية، تفجير أحدى المدارس في منطقة البياع، تفجير وزارة الإعلام، هذه حقيقة كان حزب الدعوة يقوم بها مثل هذه الأعمال قبل بالثمانينات بالحرب بالعدوان الإيراني على العراق، ساهموا مساهمة فعالة في القتال وفي التطوع وفي حشد القوة من خلال تواجدهم سواء بعض الزمر داخل الأهوار وبعض المدن ومن خلال التحاقهم ضمن الجيش الإيراني، ومثل ما ذكر ضيفك الكريم في أنهم كانوا يفتخرون ولا زالوا يفتخرون في هذا الولاء إلى إيران. فمن هذا السبب أنا أعتقد أنه الأمريكان قرروا أن يقدمون حزب الدعوة في الواجهة. دكتور عمر الفرحان عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، عدت معنا من جديد، مرحبا بك. كان هناك صوت غير واضح، الآن ربما الصوت أحسن. دكتور عمر، يعني بالنظر إلى الآثار المجتمعية والإنسانية التي خلفها وجود حزب الدعوة في العراق، هل لك أن تصفها لنا؟ دكتور عمر؟ نعم. ما هي الآثار؟ نعم، ما هي آثار يعني وجود حزب الدعوة في حكم العراق من 2005 وحتى 2018 على المجتمع العراقي وعلى الأجيال القادمة، لا سيما وأن هناك من يرى أن هذا الحزب عمد على تدمير البناء التحتية المجتمعية، وكذلك لم يهتم بالتعليم، وكانت معظم منجزاته على هذا المستوى على المستوى المجتمعي هي تحت الصفر. نعم، يعني ممارسة هذا الحزب وهو في السلطة والحديث عن المؤسسة الحزبية ككل وعن القيادة وعن القوادة الحزبية، ممارسة شتى أنواع الفساد وكل ما يلحق ولحق ضرر الشعب العراقي، وكان الحزب في مقدمة الأحزاب التي عملت على تنشيط الفساد والرشوة والمتاجرة بالمخدرات وإعادة الأزمات وتكوين السجون السرية والاعتقالات العشوائية والقتل العام بالواقع طائفية وظهور فريق ميليشيا الحج الشعبي وأنه يعني عرك عن المالكي وحزب الدعوة بين أوقات الدولة العميقة في العراق. فقد مارس هذا الحزب وقياداته شتى أنواع الوسائل لتشتيت وحدة الشعب العراقي وناس ونسف مبدأ المواطنة وعلى قاعدة المحاصصة الطائفية والهويات الفرعية على الحساب الهوية الوطنية. وهناك يعني إحصائيات تدل على آثار هذا الحزب
على المجتمع العراقي، حيث هناك أكثر من 500 ألف قتيل على يد الميليشيات والحكومة، أكثر من 620 ألف جريح بسبب الانفجارات والعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الحكومية وميليشيا الحج الشعبي بدوافع حزبية من حزب الدعوة، أكثر من 30% من المصابين والمشوهين جراء هذه الأعمال العسكرية، أكثر من 58 ألف مفقود لا يعرف مصيرهم وهم في سجون سرية التي أنشأها الدور المالكي، أكثر من 271 معتقل في السجون الحكومية لم يحالوا إلى الآن إلى المحاكم، أكثر من 35% من العراقيين تحت خط الفقر بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة والفساد والنهب والسرقة الممنهجة التي تقوم بها هذه الحكومة بقيادة حزب الدعوة وغيرها من الأحزاب، أكثر من 39 مرض ووباء متفشي في المجتمع العراقي ككل. هذه هي مجازات حزب الدعوة وأثارها على المجتمع العراقي ككل، ولا يمكن الحديث بأي حديث آخر سوى هذه المجازات التي تقرها التقارير الدولية وتوثقها المنظمات المحلية والدولية على حد سواء، حتى أصبح العراق يتدين دول العالم في الفساد ويتدين دول العالم بكافة الصنوف السيئة والمشينة بسبب هذه السياسات الخاطئة التي قامت عليها الأحزاب وفعل الكثير منها هو حزب الدعوة منذ عام 2003 وإلى اليوم. بالعودة إليك أستاذ نظير الكندوري، يعني من ضمن ما تحدث به وليد الحلي القيادي في حزب الدعوة أن الحزب عمل على إخراج القوات الأجنبية الأمريكية من العراق، ولكن أنباء تتحدث الآن عن نية الولايات المتحدة إرسال قوات إضافية إضافة للقواعد الموجودة في العراق إضافة للقوات المقاتلة الموجودة فيه، يعني هذا التناقض من وجهة نظري كيف تصفه؟ يعني أنا أجد يعني هذا كذب بواح، يعني أن يقول أن حزب الدعوة هو من قاد الانسحاب الأمريكي من العراق، والجميع يعلم أن الانسحاب الأمريكي ما هو إلا ثمرة من ثمرات المقاومة العراقية، هي من أجبرته على الانسحاب بعد أن وصل الاحتلال الأمريكي أن يجد نفسه في ورطة كبيرة، وبقاء بالعراق سيبقى في حالة استنزاف كبير لقواته، قرر الخروج من العراق، وليس بجهود المالكي الذي كانت هو وميليشياته يدا واحدة ضد المقاومة العراقية. هناك فقط يعني أمر، يعني كيف يمكن لقيادي في حزب الدعوة أو من يرأس حزب الدعوة أن يقوم بوضع أكاليل الزهور على قتل الاحتلال في حين يتحدث عن إخراج القوات الأجنبية؟ كيف يمكن؟ طبعا تناقض صارخ، يعني حتى الآن ليس فقط حزب الدعوة بل جميع الأحزاب التي شاركت جرائم حزب الدعوة هم الآن ينادون وبملء صوتهم يجب خروج قوات الاحتلال أو القوات الأجنبية وعلى رأس القوات الأمريكية، وهم كانوا بالأمس يقاتلون تحت قيادات أمريكية سواء في عهد مقاتلتهم للمقاومة العراقية أو مقاتلتهم لداعش، هم كانوا صفا واحدا أمام هؤلاء، والآن يحاولون يدعون بأنهم هم كانوا سبب خروج الاحتلال، بل هم يعني زورا وبهتانا يحاولون سرقة منجزات المقاومة العراقية في نضالها ومقاتلتها للاحتلال الأمريكي، ينسبوها إلى أنفسهم بالرغم أنهم كانوا عبارة عن مجموعة من الميليشيات القتلة الذين ارتكبوا مجازر في حق أهل السنة أو باقي يعني مكونات الشعب العراقي وفي حق المقاومة، ومع ذلك الآن يدعون ويسمون أنفسهم بفصائل المقاومة. مقاومة ماذا؟ هل هي مقاومة للشعب العراقي؟ إذا كانت هذه التسمية فصحيح هم فصائل مقاومة للشعب العراقي وليس للاحتلال الأمريكي. حقيقة الأمريكان لو كان هذه الميليشيات وهذه الأحزاب فعلا تقاتل الأمريكان لما يعني جعل الأمريكان الحكم بأيديهم ولما غض النظر عنهم. الميليشيات والأحزاب الآن بالعراق يتحركون بكل حرية، بل قاسم سليماني الذي يقودهم يتحرك بكل حرية وتحت النظر ومراقبة الأمريكان. لا أعتقد أن هؤلاء هم يستحقون
كلمة مقاومة ولا هم المسؤولين عن خروج قوات الاحتلال، بل إن دخول قوات أمريكية جديدة الآن يعري كل هذه الادعاءات، ويعري أنه هم ضد الاحتلال الأجنبي أو ضد الاحتلال الأمريكي بالذات. دكتور فاروق راوي، يعني هناك مثل ما تعلمون هناك شد وجذب إيراني أمريكي على المستوى الإقليمي فيما يخص الملف السوري وتداعياته. هناك قوات أمريكية بحسب الأنباء ترد أو يعني ستدخل إلى العراق. من وجهة نظرك، يعني بنظر إلى هذه الظروف التي تمر بها المنطقة وبنظر لهذه السياسة التي يعني ممكن وصفها بأنها تخادمية ما بين حزب الدعوة والأمريكيين، كيف تنظر إلى مستقبل العلاقة ما بين حزب الدعوة والولايات المتحدة في العراق تحديدا؟ هو لولا الولايات المتحدة الأمريكية لما استلم الحكم لا حزب الدعوة ولا غير حزب الدعوة. الفترة الذهبية أو العصر الذهبي لحزب الدعوة هي فترة أوباما اللي هو قرر الانسحاب، مثل ما ذكر ضيفك الكريم أنه نتيجة ضربات المقاومة، ولا ليس لحزب الدعوة ولا لغير حزب الدعوة ولا لأي فرد من السلطة الحاكمة بالعراق أي فضل أو أي دور في الانسحاب الأمريكي من العراق. من أجبر الأمريكان على الانسحاب هي ضربات المقاومة العراقية والانتفاضة الكبيرة اللي شهدتها المناطق وبالذات المحافظات الغربية اللي هي كانت تقريبا من عدها تخرج المقاومة وأطراف بغداد وجنوب بغداد. حزب الدعوة استمر هو متعاون ولا زال متعاون مع الأمريكان، والأمريكان معروف أنه كان الطيران الحربي الأمريكي هو اللي يقود ويغطي تحركات السلطة وتحركات الجيش وتحركات الميليشيات. ونذكر أنه يعني حتى نذكر أنه زيارة أحمدي نجاد إلى العراق وهو كان رئيس النظام الإيراني زار بغداد في عز تواجد الأمريكي وضمن المظلة الأمريكية وضمن حماية، وصل إلى المنطقة الخضراء بحماية هليكوبترات أمريكية. فإذا هذا الصراع الموجود ما بين أمريكا وإيران أنا أعتقد هو صراع غير وارد. ربما تغيرت الظروف بعد وصول ترامب والتوجهات الجديدة لما يحصل على سوريا والتواجد الروسي وتواجد بايدن، ربما هذه كلها غيرت موازين القوى وأصبحت أمريكا تبحث عن عودة أخرى إلى المنطقة وبالذات إلى العراق، ولذلك يجب تقوية قواعدها. وكنا دا نسمع عن تقوية قاعدة الأسد وقواعد أخرى في شمال العراق وفي وسط العراق وفي شرق العراق. حزب الدعوة لو فعلا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة الحاكمة بكاملها أن تواجهها بشكل مباشر وأن ترفع يدها وترفع حمايتها عنها، تستطاع الشعب العراقي بكامله أن يزيحها بدون حاجة إلى أي قوة أخرى مساندة للشعب. دكتور عمر الفرحان، للكثير من المحللين السياسيين وكذلك الحقوقيين يعني يتهمون القياديين في حزب الدعوة بأنهم هم المتسبب الرئيس في موضوع سقوط المدن العراقية بيد داعش. هل من طرق يعني أنتم توثقونها بصفتكم عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، هل من وسائل معينة فعالة تقومون عن طريقها بتوثيق هذه الجرائم، بالتالي يمكن يعني تسليم أو تؤدي هذه الوسائل إلى تسليم المتسببين بقتل العراقيين وبهذه المجازر التي حصلت وبالمعارك الداخلية التي حصلت تقديم المتسببين بها للعدالة؟ نعم، يعني نحن كغيرنا من المنظمات الحقوقية والدولية نقوم برصد هذه الانتهاكات الخطيرة، الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها حكومة حزب الدعوة منذ عام 2006 وإلى اليوم. يعني تقريبا هذه الانتهاكات تعدت الوضع الطبيعي لها، فهناك يعني جرائم حرب، هناك انتهاكات خطيرة تسمى
في حقوق الإنسان، وقد رفضت يعني وثيقة دولية وجود أكثر من شخص حجزوا في سجون سرية ترتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء السابق أو في سفر نور المالكي، وإنشاء سلسلة كاملة من السجون السرية تمويلها بالكامل قبلي فيه، كما أن وثائق وكلت كشفت أيضا أن هناك أكثر من 100 فرع عسكري تابع للمالكي ويديرها مباشرة، وبعيدا عن كل البعد عن الحكومة وهو يديرها بنفسه وتجري فيها عمليات الإعدام وعمليات التعذيب وغيرها من العمليات اللا إنسانية. خلال ولاية المالكي بلغ عدد القتلى يعني في ضوء عمليات العنف 75,294 قتيل، معظمها كانت اغتيالات بهدف الاخطاء والتخييب، اغتيال 350 عالما نوويا عراقيا و80 ضابط طيران من الجيش السابق. بقيت يعني هذه الجرائم يعني موثقه و مرصودة من قبل المجتمع الدولي، وهناك يعني في صدد انه اقامه دعاوى ضد نور المالكي بانه مجرم حرب وانه منتهك للقانون الدولي لحقوق الانسان، وقد قامت هذه بعض الدعاوى من قبل رحيم العقيلي كان هو يعني رئيس سابق في المحاكم الحكوميه، ادعى بانه نور المالكي قام بجرائم عديده ويجب ان يحاسب عليها. هذه الفكره تطورت لدى القانونيين والمحامين الدوليين ولا سيما العرب بان يقدم نور المالكي كمجرم حرب، وايضا يعني ليس نور المالكي هو المقصود، ولا ايضا هو يعني حزب الدعوه ككل بقيادات يعني الجيش وبقيادات الاداريه كلهم مسؤولون عن هذه الجرائم، وسيقدمون ان شاء الله اذا ما استمرت هذه الجهود الحديثه من المواطن. نعم، شكرا لك دكتور عمر الفرحان. أستاذ نظير الكندوري، كيف تعلق على ما قاله الدكتور عمر؟ يعني والله يعني أرى أن توثيق الجرائم التي يرتكبها هذا الحزب وغيره من الشركاء، طبعا بالمناسبة الحلي عندما ذكر منجزات حزب الدعوة هو حاول دائما بكل الفقرات التي يذكرها أن يعزز بأني لست وحدي، إنما باقي الأحزاب شاركتني، يعني بمعنى يوزع المسؤولية على جميع الأحزاب على هذه الجرائم على بقية شركاء السياسيين، وهي حقيقة، ولكن هذه الجرائم كانت بقيادة دعوية خالصة. لكن أنا أقول توثيق الجرائم شيء ممتاز وشيء جيد، لكن عندما نفكر هل أن هذا سوف يتم استثماره بتقديم هؤلاء للعدالة حاليا بالوقت الحالي وبالوضعية السياسية التي الآن مسيطرة على التوازنات العالمية، حقيقة لا فرصة لذلك، لأن هذا النظام الآن المدعوم يعني في العراق والذي يحكم في العراق هو ما زال لحد الآن مدعوم من الولايات المتحدة، ما زال مدعوم من دولة إقليمية مؤثرة مثل النظام الإيراني، وبالتالي كل هذا الجهد القانوني سوف لن يأتي بثماره إلا إذا ما حدث هناك تغيير سياسي عالمي إلى المستوى الذي يجعل هؤلاء متعرين من أي غطاء يغطيهم ويوفر الحماية لهم. لكن هذه الجرائم سوف توثق للتاريخ وتوثق إلى وقت ممكن تتغير الحالة السياسية ليتم تقديمهم إلى العدالة. يعني كنت فقط أيضا أريد أن أشير إشارة صغيرة إلى أن هذا علي الحلي هو نفسه الذي دون المنجزات 18 ونشرها، هو بنفس الوقت قد وجه خطاب لكوادر الحزب الدعوة، خطاب داخلي وسري غير قابل للنشر، كان ذلك في سنة 2014، يبين ويقول بأن حزب الدعوة وصل إلى مرحلة العنجهية في سنة 2010 وبدأ يتبع سياسة العناد السياسي وصم الأذان للآخرين. كيف يمكن يعني هذا الإصرار؟ هناك سؤال فقط، يعني كيف لهذا الحزب أن يصر على هذه السياسة، وبالتالي هذه السياسة دمرت البنى التحتية في العراق،
مع العلم أنه من المفترض أن يكون يعني محدثا لتغيير معين يكسب من خلاله العراقيين. لماذا يعني هو مصر على هذه السياسة؟ هذا هو ما شخص نفسه علي حلي برسالته، حيث يقول بأن وصلنا إلى مرحلة أصبح لدينا عناد سياسي ونصم آذاننا لأي نصيحة أخرى. وعندما خرج يعني أبناء الغربية وأبناء المناطق السنية للمطالبة بأبسط حقوقهم، واجه هذا المالكي بإصرار وعناد على اختيار أصعب الطرق وأكثرها دموية، وبدلا من أن يعطيهم هذا المقدار البسيط من الحقوق هو عمد إلى الاستهزاء بها، ثم ضرب هذه التجمهرات ووصل إلى مرحلة أنه يقول هو نفسه علي الحلي قد خسرنا بهذه العملية أكثر من 40 مليار دولار، وهجرنا أكثر من 1 مليون مواطن، وبنفس الوقت خسر العراق ثلث مساحته لعصابات داعش. هذا الذي جنيناه يعني من العنجهية التي قادها حزب الدعوة. هل هي عنجهية وإن أم أنها أمر مخطط له؟ طبعا هو هذا، لانه هو ابتدا بفتح السجون واخراج، نعم يعني معناها الامر مدروس. لكن انا اسرد لك خطاب علي الحلي للكوادر الداخليه، بينما ربما بل هو جزما يكون هذا التصرف هو تابع لاجنده خارجيه، طبعا هو المعروف عليها الاجنده الايرانيه. هذا الخيار الذي اختاره حزب الدعوه في التعامل مع الانتفاضه الشعبيه التي ظهرت بالمناطق السنيه كان يعني مخطط له ايران لإحداث هذه الفوضى لتخريب المناطق السنية وتحطيم حواضرها ودخول العراق في مأزق عسكري واقتصادي وحتى أمني، إلى أن وصل الحال إلى هذا المستوى الذي نعيشه. يعني عندما يعني همت الحكومة بإخراج عصابات داعش من تلك المناطق اضطر العراق أن يخسر مدن كاملة، أن يخسر يعني آلاف الضحايا. لحد الآن نسمع أكثر من 5000 جثة انتشلت من الجانب الأيمن فقط من الموصل، وباقي المدن هكذا يعني كان حالها. بجملة واحدة، ماذا فعل حزب الدعوة للعراق والعراقيين؟ والله لم نرى حال مأساوي يعيش العراق على مر التاريخ يعني المعاصر والمقروء، بل ربما يسعفنا التاريخ ونقارنه بالخراب الذي قدمه هولوكو وجيشه المغولي. لا يمكن المقارنة إلا بهذا المستوى من الخراب، لم يقدم شيء لهذا البلد سوى الخراب والتدمير. نشكرك شكرا جزيلا الأستاذ نظير الكندوري الباحث السياسي العراقي، وشكرا لك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور فاروق الراوي الأكاديمي والدبلوماسي والسفير العراقي السابق، شكرا لك لوجودك معنا في هذه الحلقة. نشكرك شكرا جزيلا أيضا دكتور عمر الفرحان عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا لكم ضيوف الكرام، ولكم أيضا مشاهدينا الكرام نشكركم على طيب وحسن المتابعة، وإلى اللقاء.